عملنا مظاهرة قدام مبنى محافظة في المنوفية عندنا. طبعا ما حكيتوش على اللي حصل، هو المشكلة اللي حصل يعني مش إن إحنا عملناها قدام المحافظة، المشكلة في اللي حصل في البيت بعدها. يعني خدت عقد مش هحكي لكم عنها. طبعا الأول جالنا قالنا عساكر قلب دولة، إحنا فرسعنا على طول هيو كله جري، إحنا 5 دقايق بالظبط ولعنا في العالم بتاع إسرائيل وبعدين مشينا. 5 دقايق بالظبط، المشكلة كانت في اللي حصل في البيت بعدها. المهم دي كانت بنادولية رقم 1. بنادولية رقم 2 من ألحان محمد عطية. أنا تعرفت محمد من زمان جدا، أصحاب بقالنا كتير قوي، بس بنشتغل مع بعض بقالنا شهر بالظبط، شهر واحد عرفنا مع بعض الإكس، قعدنا عملنا جروبات كتير وتعلمنا، وبإذن الله هنعمل لكم حلقة تعجبكم قوي. القصيدة التانية أو البنادولية التانية هي إلى حريتي، قصيدة اسمها أمانة ليك. فتبكي الوردة من خوفها وما تكملش، وتسقي الأرض بدموعها فتنحت فيها الحكاية. وللطفلة عيون حلة تركز فيها تلقاها وتلقاني، عيون ابني وجود تاني، يوماتي أكيد هنتقابل أنا وهي في عيون ابني. وللطفلة عيون حلة تركز فيها تلقاها وتلقاني، عيون ابني وجود تاني، يوماتي اكيد هنتقابل انا وهي في عيون ابني. ولما اشتغلها روحي هتلقى جوابي في النيني، ابوس وردك بقى تحلمي وترمي جوابي في عيني. السلام عليكم. مساء الفل الاول. انا محمد عطية سنة رابعة طب. مش محضر حاجة بصراحة أقولها، بس يا رب تكونوا اتبسطتوا النهاردة. أنا بس حبيت بس أتكلم عن بدأت الرويل إزاي وكده. أنا كنت بدأت الرويل بس من فترة صغيرة، من حوالي سنة أو سنة وشوية، من حوالي آخر 2011. والرويل ما جاش في بالي أصلا غير بعد الصلاة. يعني بدأت أسمع مثلا أغاني قديمة للشيخ إمام وأغاني صورية كتير. بدأ موضوع الرويل يجي في بالي. وصاحبي أحمد رضا كان بيعزف جيتار فهو شجعني أكتر إني أكمل في موضوع الرويل. بس وزي محمد قال بدأنا بالظبط من حوالي كان في سيشنز وحاجات في ان جي او تانية قابلنا فيها وعملنا حاجة بالصدفة كده، كانت بروفة 2 بس وكانت كويسة فقررنا نكمل. بس شكرا. طارق قال ان انا خدت مركز اول جامعة في جامعة المنوفية. كان في موقف كوميدي شوية حصل في الموقف. يعني ساعتها احنا داخلين خلاص قاعدين قدام استاذ دكتور في كليه اداب، راجل عالي جدا ممتاز جدا وسامع كلام ان هو اسطوره اسطوره، كل اللي بيخشوا يعني ايه مرعوبين. قاعه كبيره قوي وشعراء كتير جدا قاعدين واللي حافظ وما اعرفش ايه. المهم الراجل دخل فاكتشفنا ان هو ما بيشوفش، يعني ضرير. بعد شويه ظهر مشكله ثانيه ان هو برضه ما بيسمعش، هو ما كانش بيشوف ولا بيسمع. جايبينه لجنة تحكيم على مستوى المحافظة
شهر. فطبعا الموضوع انت كنت بتمنع محدش سامع، عملت اتكلم تنبح في صوتك محدش عارف تقول ايه خالص، حتى الناس اللي قاعدين مش سامعين تقريبا. طبعا اكتشفت بعد كده ان الموضوع بينتهي حلو، المعرفه والكوزه بتخلص كل حاجه. ساعتها فكرت انا محمد عطيه ان احنا نشتغل احنا مع نفسنا، نعمل قصايدنا ونعرضها على الفيس. عملنا البيج ديت وبدانا نشتغل مع بعض، وقررنا ان احنا مش هنفوت فرصه ما يعني نتكلمش فيها ونوضح للناس اللي احنا عايزينه. القصيده الثالثه البندوليه الثالثه هي وراها سر، هي قصيده بتتكلم عن القدس اسمها على اعتاب القدس. القصيده دي اللي خدت فيها مركز اول محافظه، ليها عندي معزه خاصه جدا لانها بتتكلم عن قصه حقيقيه. القصه انا اتعرفت بشاعره في القصر العيني اسمها غالي توفيق، شاعره من غزه، وكانت بتحكي لي ان هم في فلسطين كان حصل موقف معاهم عندهم، ممكن يقعدوا في مدينه ساحليه والبحر جنبهم، بس هم محرومين ان هم ينزلوا على الشط، هو يشوف البحر من بعيد لكن مش مسموح له ان هو يلمسه. تمام؟ فاتكلمت عن الموقف ده. موضوع القدس ده لازم يلمس كل واحد فينا. انا قبل ما اقول القصيده ترددت ان انا اقولها في الموقف ده، فكرت اقول قصيده عن الثوره، في قصايد كتير كاتبينها عن الثوره، بس حبيت ان اقول قصيده القدس لانها لازم تلمس كل واحد فينا. كلنا في دماغنا موضوع المسجد الاقصى بس بنتناسب، كم واحد فينا اصلا بيفكر في المسجد الاقصى؟ محدش. فقررت ان انا اقول قصيده على المسجد الاقصى. اتفقت انا والشاعر ديت ان باذن الله لما يجي اليوم اللي هنحرر فيه المسجد الاقصى، والجيل بتاعنا هو اللي هيعمله، هو اللي هيحرر المسجد الاقصى، لان انا مقتنع ان الجيل بتاعنا ده اللي هيعمل حاجات كتير جدا، لان هو اللي عمل الثوره. فباذن الله لما اليوم دوت يجي ونحرر احنا المسجد الاقصى هنقول القصيده دي. لو ما كناش احنا موجودين يبقى اللي بعدين هم اللي على اعتاب القدس. نسيم البحر يسكنه 50 عاما في مدينته، نسيم البحر يسكنه، وطعم العين عند البحر أمطره. أيا بحرا عشقناه ألا ترسو، فأين الرسم والشقاق تنكره. في القدس، في القدس قتلوا شيخنا أحمد فكنا حرب حرب. يا ليت بعد الكفر ذنب، يا ليت أمي لم تلدني، هل بعد عار القدس ذنب؟ سلمنا حب عشاق يقضيها وتقبله، نكر الفجر في الساحات وتطئ راسنا حزنا. اذا صلى اليهود بمسجد الاقصى فلا تبكي، فمن صلوا بداخل قلبك الساحات
الثاني اذا صلى اليهود بمسجد الاقصى فلا تبكي فكم صلوا بداخل قلبك الساهل انا ما عدت انكره فكم ملكوا وكنا نحن خدامه اذا ما قال فرعون لها مانا الا تبني لنا صرحا يرد الصرح مبنيا وصرنا فيه خدامه يا حاكم الكنانه يا حاكم الكنانه امضي بنا حطم بنا كل البيوت اهزم بنا جيشا هزمناه حلم الرضيعه اننا سنعود امضي بنا امضي بنا ولا تخف على ما نخاف ولسنا نبذل الخوف انظر لشعبك فاذا رايت اليوم الشعب بارزه فلا تظنن ان الكل يبتسم جموع العرب من غضبه يخاف ليس يبتسم امضي بنا امضي بنا امضي بنا او لا تمضي سنمضي نحن نمحوهم ندق الارض نعصرها نصلي الفجر في الاقصى نعيد الحق للتاريخ المنتصره ستسكر ابنتي بحرا ويكبر وصل ابنائي امام المسجد الاقصى ليبقى الشعر يعلنها بقوته انا ما عشت في القدس ولكني سابقى في ملابسها مع الاحرار مدفونا كده خلصنا شرفت بيكم جدا الحوار بتاع القصايد بس كان نفسي اكتر من كده بس كفايه كده النهارده شكرا جدا شكرا.